اللي يقول إنه هذا من الإيمان يرفع يده. من يتفق أنه معظم هؤلاء الذين يموتون تحت هذا يعتقدون أنفسهم أنهم رايحين لجنات النعيم؟ هم يعتقدون أنفسهم، يقول لك قتل هذا من المذهب الفلاني، وهذا من الطائفة الفلانية، وهذا من كذا، ضربه بس قطعوا إربا، ها؟ وتحت مو يقول بعد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذاك ابو تحت يقول لا اله الا الله وعنده السيف يقول لا اله الا الله. هذاك ابو تحت يظن عمره انه هو شهيد، وابو يضرب يظن عمره انه هو يقاتل في سبيل الله. صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا لا؟ طيب، والنتيجه ماذا؟ تشرذم امه الاسلام، وضعف امه الاسلام، والخزي والعار يلاحقهم اينما كانوا. لكن الخزي والعار لا يلاحق المؤمنين، لأن هذه وعود. طيب، إذن ماذا يعني هذا؟ لماذا تخلى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء؟ لأنهم تخلوا عن الله، تخلوا عن الله فتركهم الله سبحانه وتعالى لأنفسهم، وهذه هي النتيجة. وإذا تخلينا عن الله تخلى الله عنا.